عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكون بألف خير ورمضان سعيد وكريم عليكم ان شاء الله. في سلسلة انا واخي الله عليك يا عم احمد. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل الحاجة اللي هتسحب البادجت بتاعتنا اللي هي يا عمور. انا بسألك. اللي هي المكرونة بالبشاميل. الاكلة اللي اغلب المصريين لا بقولك كده بس يبعد بقى. انا بيعجبني طريقة تقديمك للحلقة يعني ما شاء الله بتتكلم كأنك قاعد في قناة اون تي في. تم الدخيل صعب. الأغلب المصريين يا جماعة الواحد لما بيقف قدام الكاميرا بيترب كده. هنعمل النهارده كومبا بشاميل. والكومبا بشاميل دي يعني أنا بشوف الصنف بشكل عام مش هنعملها النهاردة. تعمل في رمضان على الأقل مرة. اللي ربنا يقدرك عليه يعمله. إحنا عشان نعمل هذه المكرونة بالبشاميل قلنا نجيب ملك البشاميل في مصر اللي قاعد تحت هنا أهو مستني الظهور بتاعه. احنا لف كده مش تعرف تلف. احنا هنقف المطبخ كده ازاي؟ بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه. المطبخ صغير وفي اوزان. من ساعه ما وقفنا في المطبخ انا حاسس ان العماره جت كده. كل شويه واحد ينزل تحت. احنا المشكله بقى هنبدل ادوار. هنبدأ بالعافيه اللي هو ايه؟ انا اروح اقطع البصل. احنا هنعمل مكرونه بشاميل البادجت بتاعها بالالاف في الغالب صح؟ مرتفع. ممكن اقول حاجه؟ اي اكله في الدنيا احنا لما بنصورها او بنوصلها لكم بنبقى عايزين نصورها باحسن شكل. كل واحد لازم يعملها بالطريقه اللي تناسبه. يعني انا هحط مثلا قشطه وهحط جبنه كريمي. انت ممكن تستغنى عنهم او ممكن تحط حاجه منهم على حسب مقدرتك. احنا بنحب انت ليه انت اصل المايك هنا فانت كده صوتك مش انا بحاول اقربك المايك. المهم بقى وهنعملها النهارده بشكل مختلف وببروتين مختلف. هنعملها بايه؟ هقول لك على ميكس انا بحبه قوي. فراخ مع هوت دوج. انا اول مره اجربها دي. وانا كمان. فراخ مع الهوت دوج يا جماعه بيعملوا دلع. هو افتكاسه من عنده فربنا يستر. يلا بينا هنعيش مع بعض التجربه من الصفر فنستمتع مع بعضينا. تفضل مستر حازم. انا يلا همشي بس عبد الله يبارك. احنا عشان ننجز فهنشتغل على كذا جهه. حازم هنا يعلم احمد يقطع زي الهوت دوج ده واحنا هنشغل ناحيه ثانيه. اتفضل يا عم حازم. بص يا عم احمد قول لي يا باشا. بص هنجيب الاربعه دول ونحطهم على نفس الصف ويبدا بقى ايه اقطع كده اهو رفعنا عين كده. قلت له اقطع انا عشان دي الحاجه السهله اللي ممكن اعرف اعملها. اتفضل. بص انا عايز اقول لكم انا عشوائي في التقطيع اصلا. هنشتغل مع الشيف انا مش عارف اقطعها ازاي مره واحده كده. انا طلبت صدور فراخ بس الانتاج جاب لي وراك عافيه وقلت له انا عايز صدور. قال لي لا هو ده اللي موجود. هنشتغل بوراك. هتفرق؟ والله الوراك حلوه شغال بس لازم اصيح قدام الجمهور. ماشي. هنعمل ايه دلوقتي في دي؟ يا باشا بقى ما هو الهوت دوج لما يجهز هنبتدي بقى نشوح الفراخ مع نتفرج على احمد يعني ولا ايه؟ ما احنا مستنيين احمد يخلص. احنا مرهونين باخوك اللي ما بيعرفش يعمل حاجه. نعمل حاجه ثانيه حتى ما يخلص. نسلق المكرونه ولا ايه؟ لا نسلق المكرونه بدري. انا بحب اشتغل المكرونه على طول. ما هي سيكول لازم البروتين يجهز الاول ويفضل بعد كده نشتغل البشاميل مع سلق المكرونه. الشيفات ده متعبين قوي. تمام خلصنا تقطيع ان شاء الله هو ده الحجم اللي تكون عايزه ان شاء الله. لا لا زي الفل والله. هينزل بشويه زيت كمان شويه كمان. بتهزر؟ انت ايه هتقليهم؟ شكله هيتعب النهارده بس والله على قلبي زي العسل. مستر حازم والعاق اخويا. انا دلوقتي تقولوا لي انا فين؟ انا عملت الحته اللي عليا وقطعت. انتوا بقى اتصرفوا هنا. يلا عشان ننزل الايه؟ اوراق الدجاج في الزيت. انا اللي عاجبني ان انا النهارده هاكل الكلام ده. ما في عينيها كيوت. اديني شويه ملح وفلفل. لا اديني انت بقى يا عمور. الله بسم الله وبالله. يا سلام. مش شنشي عشان عيونكم وصحتكم. من شان صحتك يا غالي. عشان صحتك يا غالي. بحبه على فكره. يعني دي مش طريقه احنا بنحب الناس. والله لا 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 ممكن شويه فلفل اسود كمان. مش شنشي عشان صحتكم يا غوالي. شويه زعتر على الفراخ. اديني زعتر زعتر. احلى برنامج في رمضان على مستوى الوطن العربي بلا منازع. ليه؟ عشان من غير بادجت. معلش يا احمد عشان بس معانا ضيف النهارده ما تتضايق. انا عارف ان الاسماس انا واخي بس يعني هو زي اخونا يعني. مش هاكل في الاخر. اخي جعان شويه. لو قلنا بقى كده يا عم احمد الهوت دوج اللي انت قطعته جامد جدا. اوبا الجماعه دول كانوا تقريبا ضعف الكميه بس احمد وقع نص كميه بره. ذمتك. تعالى بقى كده هندي تريكايه صغنطوطه بسيطه الا وهي شويه صوص باربيكيو خفيف. هننزل صوص باربيكيو. انا حاسس ان احنا في الاخر هيعجبنا البتاع ده وهنجيب رغيف عيش. لانهم عاملين سندوتشات. انا يعني متحمس للميكس يعني انا اول مره في حياتي لا اكل ده هذا الميكس. الميكس ده برقبتي سواء في البشاميل او غير البشاميل. انا ما باكلش ده يوم اكلت الخلطه دي قبل كده. الموضوع زي ما انت شفته سهل خالص. نطفي عليه بقى ونسيبه ونبدا نحضر ايه البشاميل بالتزامن مع سلق المكرونه. اديني بقى شويه ملح هنا على الميه اللي بتغلي دي. يلا باشا. يا سيدي ايه ده فنان. لا 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 ده مبدع. لا 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 بص دي يا سلام. ايوه خلينا ناكل حاجه حادقه جدا. يلا برافو عليك. عايز تاني؟ ايوه كمان بس يا ابني خلاص المكرونه بتاخد معانا حوالي 8 دقايق. قول لي اسالني قول لي ليه ما بنحطش زيت؟ ما بنحطش زيت علشان كل الشيفات الكبار اصلا قال لك ده غلط لان الزيت بيعمل زي طبقه عازله حوالين المكرونه تمام؟ فالطبقه العازله دي
بتضحك على ايه؟ طب مش مكمل. لا عايز اعرف بجد اعرفوا ان انتوا فقدتوا معلومه عبقريه زي دي علشان الاستاذ بيضحك. بضحك على صوت التصوير يا شيف. فالمكرونه ما بتشربش الصوص كما ينبغي، فاحنا بنحط ملح بس. ايه رايك في المعلومه؟ قيمه؟ مفيد. ممكن اوقف بقى لحد ما الميه تغلي. بصوا حته كده من وراء الكواليس. بجد والله الكاميرا اللي احنا بنصور بيها الوايد في الجو ده بتسخن وبتقفل مننا واحنا بنصور. فبنعمل ايه بقى؟ ندخلها الثلاجه. خرجناها من الثلاجه 100 100. الميه غليت فتمام. قبل بس ما ننزل المكرونه هنعمل حاجه. هنعمل ايه؟ حط لي بقى حته زبده هنا محترمه كده. حته زبده انزل يا باشا. تمام. يلا يا باشا من نوع المفتخر. سيح لي بقى الزبده دي كده. ايوه. وهننزل عليهم بشويه دقيق. دول حوالي معلقتين كده. معلقتين كبار. انزل انزل كله 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 كله. لازم الدقيق يدوب في الزبده تماما قبل خطوه اللبن. انا كده دايب اهو. شايف اي كلاكيع؟ شايف اي كتل؟ لا. ماشي ماشي. هات اللبن بقى بسرعه. الله ينور عليك. نزلنا عليه بلتر لبن. انا دايما احط اللبن وابدا انزل بالمكرونه. المكرونه هتاخد حوالي 8 دقائق. الكيس الكبير انزل بايه؟ نصه او اكتر من نصه شويه. الحاجات دي اصلا بتتعمل بالحب، يعني مش لازم كل حاجه بقى مقادير ونص جرام وربع جرام وبتاع. اشتغل معايا كده. زبده دقيق لبن. احنا في هندسه 1+1=2. عندنا في الصيدله برضه 1+1=2. في المطبخ بقى مفيش الكلام ده. انا هحتاج لبن تاني. حطينا مثلا ايه نص لتر كمان زياده. على فكره ممكن تحط بدل اللبن ممكن تحط شوربه، ممكن تحط ميه، بس اكتر حاجه بتخليها غنيه هي اللبن. والاضافات بقى اللي احنا لسه هنحطها مع اللبن، كريمه، قشطه، جبنه كريمي. كل ما دلعت القوام بتاع البشاميل كل ما هو دلعك. ويز ان بادجت. قلب المكرونه البتاع اسمها انا واخي. انا نفسي اشوف وظيفه واحده بيعملها اخي غير ان هو واقف يتفرج. بقول لك ايه؟ اخي بيقطع. بقول لك ايه؟ اخي بيصور. يوميات زوجي بره المشقه. انت اول مره تيجي معانا المطبخ هنا صح؟ ايوه. دينا في كل الكلام ده حاجه واحده، ناكل حاجه حلوه. تلاقش. بصوا انا ما بجاملش، الحاجه اللي ما بتعجبنيش منه انا عادي بقولها له. مش تقول قدام الكاميرا. على حسب بقى، دي ذوقيه بس. انا بقول عادي يعني. لو عايز بقى تقل البشاميل شويه دقيق ولبن حاجه بره، مش هنا. لو حطيت دي هنا هيكلكع، وبعدين بقى تنزل بيهم على البشاميل بتاعك مش العكس. دي تركايه من شيف عالمي. يا سلام. على مستوى مصر والشرق الاوسط والجيزه. طب لو حسيت ان هو تقيل تخففه ازاي؟ تزود له لبن عادي. بتزود لبن بره يعني. بتحط لبن بره في طبق بعد كده بتقوم ضايفه. لا انا قلت ايه التكنيك ده؟ ما تحط لبن على طول وخلاص. دوبنا دوب. تعرف ازاي ان المكرونه استوت؟ بتعمل كده اهو، مفيش حاجه بتخبط في بعض كده. دي رقم واحد. رقم اثنين تدوق واحده. تدوق واحده كده. طب في الصيام بقى؟ ما انت مش الصيام بقى تعمل ايه؟ انت هتقرقشها. لا بص شوف ربنا، عشان في الصيام عايز يقرقش واحده. لا مش صح. استغفر الله. انا النهارده لو ما قلتش دي في البطاطا قول على نفسك يا رحمن الرحيم. لا والله عشان ما بوظش الحلقه. بوظ لك الحلقه ايه؟ انت مش شايف اللي شغال معاك في بيت الحلقات عامل ازاي؟ اه امسك. ماله اللي شغال معاك؟ لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. مش هتعمل. لو انا شغلت النار، عايز النار على اللبن واللبن بدا يفور، مش معنى كده ان هو هيتقل يعني اللبن في ميه تتبخر وهيتقل القوام. أيوه. لوحده. أيوه. من غير ما اعمل دقيق ولبن. لا انت مش هتقعد تستنى بقى 5 دقايق بس. لو استنى لو مع دي فوق دي ممكن حل من ضمن الحلول. انت بتعلي عليه علشان يتقل. حل اقتصادي عملي من البشمهندس عمرو. ممكن يخليك تقعد تعمل البشاميل مثلا في 3 ايام. حاسس ان احنا عملنا البتاع ده في 10 دقايق. احنا بقى واقفين هنا بينا كتير. والله العظيم شكله يفرح. انظر الى انظر الى الانسيابيه والجمال. وسام بالله وملح. وسام بالله وفلفل. فلفل اسود من الحاجات اللي بتخلي طعم البشاميل. انا بعشق الفلفل الاسود في الاكل جدا. في البيض كل حاجه. أي كل حاجه والله. اديني بقى يا باشا شويه زعتر. يا ليل يا ليل يا ليل. مكعب مرقه. ارمي. اوبا. لي بقى يا باشا القشطه الحلوه الجميله بتاعتنا. علبه يا جماعه انتوا مش متخيلين هتظبط الاداء ظبطه رهيبه. والله البشاميل بتاع النهارده يدرس. دي برضو نبدلها باي نوع قشطه حتى لو قشطه بلدي شغال يعني. او ماي جاد اي لايك وات اي سي. هننزل معاها جبنه كريمي. نروح بقى نجيب ايه بوله نحط فيها المكرونه ونقلب المكرونه مع البشاميل. ما تيجوا نشوف. هنجيب على طول من ميه سلق. ما نغسلش ما نعملش الكلام ده. احنا عايزين يلوي زي ما هي كده. شفت عشان اتريقت عليها في الهوت دوج. انتوا اللي جايبين لي بتاع صغيره ما تخليناش. أيوة. نتكلم على اساس ان انا القطعه بتاعتي كانت كبيره قوي. ها ايوه بشاميل بقى. بص القوام والجمال والشياكه يا عم. ادخل واللياقه ولا باقه. بص اوه ماي جاد. اديني واسمع بقى المزيكا اللي بتطلع. بص ننزل ايه بالمكرونه. اول رق مكرونه. ايه الجمدان ده والله. الله 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 الله. هننزل بقى بالخلطه السريه بتاعتنا والبهريز بقى والباربيكيو. ليله بص سيبش فتفوته في الطاسه. ايوه انا عايزك تستمتع كده وانت بتشم. هتدوق ايه؟ سيمفونيه. بدلت انا واحد مكان بعض. سامع الصوت؟ سامع البكبكه؟ جوسي شويه بقى كريسبي. المكرونه بقت جميله جدا وبقت اندر ايتد. وريني شطارتك بقى. ايوه يا سيدي يا سيدي يا سيدي. الله الله. هنحتاج نحط حاجه في الفرن تحتها لان هي هتبوظ هتبوظ. اه يا حرامي.
يا ابني بس يا ابني عشان الوش ما يكشفش. في مكرونه كتير. لا خلاص كده خلصت. ما ده اللي انا بقوله بقى عشان كده قلت لك حط لنا حاجه تحتها دلوقتي. أيوة. في الفرن. لا دلوقتي نحطه في الفرن. في تخنات فرن نشوف قال دلوقتي ولا قال في الفرن. هنحتاج نحط حاجه في الفرن تحتها لان هي والله انا جبته. انت خفت تضغطها يعني حازم؟ خلاص يا حبيبي لازم خلاص. انت كده هتعمل مشكله بين مراتي هتلاقي اللي بتاع حازم مراتي حتى يا نهار ازرق يا حازم. انا مش متجوز وما اعرفش الحاجات دي. انا بوقع عندنا في البيت حازم شويش. خلاص يا عم البشاميل خلاص. الناس تعرف مننا كده اكيد. ناس بتعمل كده برضه بتاكله من المغرفه برضه كده. مين اللي اكل البشاميل؟ احنا نحب نحط موتزاريلا ايه كميه بسيطه. لا كتر خير. ما هي ميزانيه اما كده هتقع في الفرن. ولا رشه فلفل اسود اديني. يا نهار ابيض يا حازم تبقى احلى مكرونه كده اكلتها في حياتي. بلغة والله فعلا. هي شكلها جامد. زعتر على الوش. يعطيني في الزعتر. حازم فصل خلاص تعب. انا موقفه هنا بالاستعباد. محتاجين انت شدفك كلها بشكل. صباح صباح عامل حاجه. هندي شويه زيت على الوش. شويه زيت دي حازم شويش. ده مش كريمه خد بالك. ها بس 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 حازم كده احنا خلصنا. تقيله جدا يا جدعان. او ماي جاد جمال ملك بشاميل الخميس مش من فراغ. صينيه تتباع في المزادات العالميه. تتحط في المتاحف الاوروبيه. تظهر في الانترنت في المحليه. وندخلها الفرن. ندخلها الفرن. يلا بينا. الله اكبر. بالعرض ها. خلي بقى الحراره كام؟ 180. هنسيب الجبنه تسيح من فوق او ما تسيح وتتداخل كده مع البشاميل. هنقوم مولعين الشوايه ويلا بينا. هنسيب الجبنه تسيح خالص على الوش واول ما تسيح مولعين الشوايه. فكره جديده برضه. ويلا بينا. دي فاطمه عمر. انا واخد احنا نطلعها بعد فتره. يلا يا باشا. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. انا خايف الصراحه. بسم الله. لا 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 اوعى اصبعك بقى يبوظ البتاع. اوف. بص الجمال ما شاء الله. انظر الى الجمال اللي الواحد الحمد لله عمله. احنا كده ما نغرف وهندخل ناكل. يلا بينا. ممكن قبل ما ناكل تغرفنا لو سمحت؟ طبعا انا يا فندم. بالطبق بتاعك وورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. سامع الصوت ومستمتع معايا وعايش معايا اللحظه. كلام خطير. اديني في البطاطا. اوف اوف اوف. انا عايز الحته دي لو سمحت. ادي الحته اللي انت نفسك فيها يا سيدي. يا سلام. لو عايزينها تبقى ماسكه نفسها عن كده ممكن تسيبوها تبرد اكتر. معلومات قيمه جدا. هنقول بقى اديني في البطاطا ولا لا؟ اخص عليك يا ولد. الريحه طبعا يعني والدخان مش محتاج يتقال يقول اكتر من كده. فبسم الله. تعملي وشك كده ليه؟ طالما مش عاجبك سيبها. صراحه انا ما اتخيلتش الميكس. هو مظبوط. انا قلت مثلا ممكن يبقى حلو وغريب. حلو قوي. هنا شايفها حبيبي. بص مفيش تعبير واحد والله العظيم هيقدر يعبر عن الموضوع. ولا اي لايك وات اي سي اخويا. وادني في البطاطا اخويا. اقسم بالله عالميه. والفلفل الاسود بيزغزغ بيزغزغ. خدت بالك؟ انا بحبه جدا جدا. مظبوط. فلفل اسود كتروا في الفلفل يا جدعان. حلو قوي 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 قوي. نكمل معانا السيزون. انا عارف ان المدعو اللي جنبك ده هيبوظ السيزون وهتبقى تكلمني. عايز يحطمني عشان انا لسه جديد في الموضوع. عايز يحطمني بس لا مكملين. كلهم طيبين. جربوها دي وصفتي الخاصه عشان في قناتي. صح صح. بمساعده اخوه. طبعا اخويا. والسكند مان هاند مراتي. انت متفرج ممتاز جدا. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا سيدي. نورتنا اخويا. هديك لايك وانت ماشي. يا سيدي شكرا. بس كده قبل الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب. وسبسكرايب عند حازم. فولو عنده على الانستجرام. فولو على الانستجرام عند احمد. بس كده. كان معاكم عمرو شريف من قناه عمرو شريف. وكل طيبين. واستنى في حلقه قادمه ان شاء الله مش عارف امتى. سلام.